السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإن أهل الاستقامة أثنى الله تعالى عليهم وذكر أوصافهم وأعمالهم وجزاءهم تنشيطا لهم وحثا على الاقتداء بهم. فمن هم أهل الاستقامة؟ قال الله تعالى في بل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بين الله تعالى أعمالهم، قال إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه أعمالهم. قالوا ربنا الله، اعترفوا بقلوبهم بربوبية الله وألوهيته واستحقاقه العبادة، ونطقوا بألسنتهم ورضت نفوسهم بذلك، وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استقاموا، استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا. فما جزاءهم؟ جزاء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن أعمال أهل الاستقامة أنهم اعترفوا بربوبية الله وألوهية واستحقاق العبادة، ونطقوا بذلك بألسنتهم، ورضيت نفوسهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا أمر الله عز وجل، ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا. فما جزاء؟ قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي لهم المبشرات في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له في الدنيا، وكذلك ثناء أهل الخير وأهل الصلاح عليهم، هذه من البشرى في الدنيا. وفي الآخرة قال الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. يبشرون بثلاث بشارات: عند الموت، وفي القبر، وفي يوم القيامة. البشارة الأولى لا تخافوا، ألا تخافوا، تأمين لهم على المكروه في المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر ولا تخافوا من عذاب النار. والثانية لا تحزنوا، تأمين لهم من المكروه في الماضي، لا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد وغيرها فنحن أخلفهم. والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرون بهذه البشارات الثلاث عند الموت، وفي القبر، وفي يوم القيامة. وتقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني تتنزل عليهم الملائكة، يكثر نزول الملائكة عليهم، ويقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهم يتولون المؤمنين ويزينون لهم فعل الخيرات ويحسنون لهم ويكرهون لهم فعل المنكرات، وكذلك أيضا يكون لهم عند الشدائد، عند المصائب يهدئون من روعهم، ولا سيما عند الموت وشدته، وعند القبر وظلمته، وعند الصراط، وفي يوم القيامة، ويهنئونهم بدخول الجنة. ولهذا قالوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي أعدها الله لكم ووعدكم بها فقد تحقق لكم ذلك، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم، في قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم،
لكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم وما تلذ أعينكم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولكم فيها ما تدعون، لكم فيها جميع ما تطلبونه وتتعلق به إرادتكم. ثم قال سبحانه: نزلا من غفور الرحيم. نزلا من غفور الرحيم، يعني هذا الثواب العظيم وهذه الجنات ضيافة، ونزلا من غفور الرحيم. غفور من غفور الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، فإثبات في هذه الآية إثبات اسمين الله تعالى، اسم الغفور واسم الرحيم. يعبد فيقال عبد الغفور وعبد ويقال عبد الرحيم، وفيهما إثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة. نزلا من غفور الرحيم، فبمغفرة الله تعالى كفر عنهم السيئات فزال عنهم المكروه، وبرحمته قبل منهم حسنات وأثابهم عليها فحصلوا على المطلوب، فزال عنهم المكروه بمغفرة الله تعالى وتكفير السيئات، وحصلوا على المطلوب برحمة الله تعالى لهم وقبول الحسناتهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ونسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.